جبتي وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يقع أنا قلبي انتي وعم تفلي ما تبرمي صوبي خايف بهاللحظة يقع أنا قلبي يا ضلي يا روحي تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح صار الجرح رفيق الروح صرنا أنا وياك تعبت معك روحي من كتر ما أنا مجروح. مساء الخير. كيف نجعل من الحياة الزوجية أكثر سعادة وتألقاً بعد إنجاب الطفل الأول؟ عادة ما يصاب الزوجان بالقلق في بداية حياتهم الزوجية بخصوص الإنجاب إلى حين الحمل، فالسعادة تكتمل بوجود الأطفال. هكذا هي طبيعة الحياة والاعتبارات الاجتماعية، إضافة إلى أن الأطفال يضيفون بهجة وروعة لحياة الزوجين وحتى لأسرهم، ويمنحون المرأة والرجل شعوراً لا يوصف. وهنا يبرز سؤال: كيف يمكن الاستفادة من هذا الحدث الجميل في إحداث تغييرات إيجابية في الحياة الزوجية؟ بعض الآباء عندما يجرون مقارنة بين حالهم أيام الخطوبة وبداية الزواج وحالهم بعد إنجاب الأطفال، يقر أغلبهم بأن علاقتهم الحميمة كشريكين بدأت تخف مع ولادة الطفل الأول، فالاهتمام بطلبات الأطفال ومحاولة تأمين احتياجاتهم طوال الوقت سيعرض العلاقة الحميمة بين الزوجين للتأثر إذا لم يتم الانتباه لذلك. خبراء العلاقات الزوجية يؤكدون أن مسؤولية الآباء تجاه الأطفال مسؤولية مطلقة، سواء تلك التي تتعلق باحتياجات الطفل حديث الولادة أو المتابعة في سن الدراسة أو التحديات التي سيواجهانها مع دخوله سن المراهقة. هذه المسؤولية ربما ستؤثر على الشريكين وربما تستنفذ طاقاتهما بانشغالات أكثر وموارد أقل. كثيراً ما يجد الآباء أنفسهم في مواجهة مع قلة الوقت الذي يجمعهما، سيما في وجود طفل رضيع بحاجة إلى رعاية كبيرة. بعض الدراسات تشير إلى أن المرأة أكثر عرضة للبرود الجنسي من الرجل عند التعرض للضغط والتعب النفسي والجسدي، فكيف يتحول الأطفال كما نصفهم بأنهم زينة الحياة وبهجتها وعنوان ديمومتها إلى عنصر مؤثر على العلاقة الزوجية والعلاقة الحميمة بين الزوجين؟ هذا السؤال سنحاول الإجابة عليه في حلقتنا عن الأطفال والحياة الزوجية، آملين مشاركتنا الحوار عبر أرقام هواتفنا وإيميل البرنامج. وقبل ذلك لنشاهد هذا التقرير. هل تكتمل الحياة الزوجية بدون أطفال؟ عادة ما يصاب الزوجان بالقلق في بداية زواجهما بانتظار الحمل وانتظار المولود الجديد، ويزداد القلق عندما يتأخر موعد الحمل. لكن لماذا يقارن الآباء بين حالهم أيام الخطوبة وبداية الزواج وحالهم بعد إنجاب الأطفال وانشغال الزوجة بتربية وتوفير مستلزمات الضيف الجديد؟ وهل المولود الجديد يغير من حال الزوجين ويؤثر على العلاقة الحميمية بينهما؟ وهل يتغير اهتمام الزوجة بزوجها إلى المولود الجديد؟
أسئلة عديدة قد تطرح، ولكن يبقى التساؤل أيضاً كيف يمكن الاستفادة من هذا الحدث الجميل في إحداث تغييرات إيجابية في الحياة الزوجية؟ أليس الأطفال زينة الحياة وبهجتها، وهم ديمومة الأسرة في التواصل والاستمرار، وهم من يجعل الحياة الزوجية أكثر سعادة وتعمقاً؟ بعض الاستطلاعات في الكثير من الدول ومنها العراق تشير إلى أن الآباء يشعرون بأن اهتمام الزوجة بهم قد انخفضت مناسبه، وأن العلاقة الحميمة بينهما كشريكين بدأت تخف مع ولادة الطفل الأول، فالاهتمام بالطفل يأخذ من الزوجة النصيب الأكبر من الوقت والاهتمام، ويكون ذلك على حساب حصة الزوج والاهتمام به. بعض الأزواج يعتقدون أن الاهتمام بالطفل هو من مسؤولية الزوجة، وبالتالي لا يتوانى بعضهم من النوم في غرفة أخرى غير غرفة الزوجية المشتركة حتى يؤمن لنفسه الراحة عند الليل، ويبتعد عن تأثيرات بقاء الطفل الرضيع مستيقظاً أو من انزعاج بكائه الليلي، وينسى أن رعاية الطفل وتأمين احتياجاته هو مسؤولية مشتركة يجب أن يكون معيناً وعوناً لها، ولا بد أن يجد من الوقت ما يجعل تدفق ينابيع الحب مع شريكة الحياة متواصلة في التدفق رغم المسؤوليات اليومية. فمن حق الطفل أن يحس بأن البيئة الجديدة التي ينمو فيها تمتلك دفء العلاقة بين الوالدين. نعم، وجود الطفل أو المولود الجديد يضيف انشغالات ومسؤوليات جديدة للزوجة وكذلك للزوجة، ولكن يجب أن نجد مساحة للعلاقة الحميمة، فلكل حصته. فالأطفال عنصر أساسي في استقرار العلاقة الزوجية وحميميتها، وليست عنصر يربكها. إذن أحبتي، معنا اليوم في الاستوديو الأستاذ علي كريم، باحث في علم الاجتماع، لمناقشة هذا الموضوع. مساء الخير. مساء النور. أهلا. مساء. شلونك أستاذ؟ الحمد لله. ولو يعني أنه الموضوع ممكن يكون أنه يشغل الشريحة الأكبر والأوسع بالنسبة للمتزوجين حديثا، وبالذات يعني مسألة الحمل أو الطفل الأول، يعني بالبداية ليش يكون اهتمامهم أو جل اهتمامهم بولادة أو خلينا نقول بحمل جديد؟ حقيقة الموضوع مرتبط بثقافة المجتمع، خصوصا نحن في مجتمعاتنا مجتمعات ذكورية، الرجل يريد أن يثبت ذكوريته، يعني وجود الطفل الأول مهم جدا. نعم. لثقة الرجل بنفسه. نعم. وصورته أمام الآخرين. تمام. ولكن الموضوع بالنسبة للمرأة مختلف. المرأة تريد تحس بالإحساس الأمومة، تريد هذا البهجة، تريد هذا الطفل. طبعا الأب ما يريد هذا الشيء، ولكن الأب وخصوصا الرجل الشرقي يفكر في صورته، في أنه بمعنى أنه هو ناجح على مستوى الذكورة. ممكن أيضا أستاذ علي إذا تتوافق وياي أنه المجتمع أيضا مسؤول، وخصوصا العائلتين المحيطة بالزوجين المتزوجين حديثا، وكثرة السؤال، أو خلينا نحكيها بالعامية بين قوسين، ماكو شيء بالطريق، ماكو شيء بالطريق. هذا طبعا السؤال يعني بيفد نوع من الاستفزاز للمتزوجين حديثا، كون أنه مثلا ممكن يعانون من بعض التأخر في الحمل الأول، هذا يشكل ضغط على الزوجة، ضغط. نعم. نفسي يعني. نعم. وهذا يعني رجعنا للثقافة، احنا عندنا ثقافة التدخل في شؤون الآخرين، يعني ممكن بسهولة أي شخص يجي يتدخل بحياتك ويسأل. نعم. أسئلة خاصة. نعم. وينطي لنفسه يعني الصلاحيات بأنه يسأل هذه الأسئلة مع أنه ما له أحق، يعني هو يعتبر نوع من التدخل بخصوصيتهم. طبعا تدخل سافر أيضا، يعني مو تدخل. هاي المسألة يعني أحيانا أكو اتفاق يصير ما بين الزوجين أنه إحنا نريد نأخر الطفل الأول. نعم. اتفاق بيناتهم لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو أي سبب آخر.
ولكن يعني يفاجئون بتدخل العائلتين، ليش وشون وليش تأخرتوا شو ماكو. طيب ما هم حياتهم هم اللي قرروها. ممكن هذه الأسئلة أيضا نعم. هم يعني تغير مفهومهم، أنه كثر الملح عليهم يخليهم يغيرون طبعاً. الفكرة ويميلون على فكرة أنه يصير عندهم طفل. طبعا مثل ما قلت بالبداية أنه هذا الرجل في المجتمع الشرقي ومجتمعاتنا مطالب دائما وموضوع تحت الضغط، وهو يريد يعني حتى هو إذا كان مقرر أنه يأخر الحمل لا راح يبدي لا اريد وبعد اذا تاخر راح يبدي يراجع اطباء ويبدي مع العلم احيانا المساله تكون طبيعيه يعني ماكو اي اشكال عضوي او اشكال صحي، ولكن يريد انه يتعب من الضغط ويريد انه يعكس صوره الرجل الناجح ذكوريا مع في علاقته ويستعيد ثقته بنفسه، لانه دائما خصوصا الاصدقاء المقربين ليش وشون وش وقت وفجأة ممكن هذا التحفيز ايش وقت تصير ابو فلان وانت لازم يعني يحطوا له فد حتى القاب واسماء استباقيه قبل ما يصير عنده اي طفل مثلا، فبهيك حاله يعني يعطوه الحافز ويخلوه مثلا يفكر بالموضوع هو اكثر وجديات. هو يعني هو السؤال هو ليش يتدخلون اصلا؟ ما هو رجل ما محتاج حافز يعني حتى ينجب، هو اصلا الرجل يعرف قيمة الطفل، الرجل والمرأة، ماكو شخص ما يريد يعيش إحساس الأبوة والأمومة العفو، نعم. يريدون يعيشون هذا، والطفل يعطي البهجة فبالتالي هو ما محتاج إنه يذكروه أو يضغطون عليه، ولكن مثل ما قلنا إنه ثقافة التدخل في شؤون الآخرين، هاي مسألة ترجع للذوق، نعم. ترجع للثقافة، ترجع للتنشئة الاجتماعية، نحن تعودنا أن نتدخل في شؤون الآخرين دون أن نراعي مشاعرهم. واحيانا حتى اذا كان الرجل مثلا او المراه عندهم مثلا مشكله صحيه نعم انت راح تزيدون عليهم راح يعرضوهم للاحراج، طبعا راح يعرضوهم للاحراج وراح يخلوهم امام مشاكل نفسيه اخرى يعني بدل ما انه انتم تساندوهم وتبسطوا لهم الموضوع ويشكلون عنصر ضغط إضافي. نعم. هم يعني بالحقيقة إذا يعانون من تأخر في مسألة الحمل نعم. راح يكون تدخل العالم أو تدخل المحيطين بهم والأصدقاء راح يخليهم ينضغطون نفسيا ويبدون يعني يعطون كل الوقت والتفكير لهذا الموضوع. طيب أستاذ علي، إذا صار الحمل طبعا بتوافق وتراضي من الطرفين ويصير موضوع يعني ولادة الطفل الأول، بعد ولادة الطفل الأول كأنه الأفكار شوية تبدي تتغير خصوصا عند الرجل، كون أنه الأم يعني الفطرة الربانية خلقتها الربانية أنه تميل أنه تكون أم، لكن الرجل يفاجأ ويصدم بعد ولادة الطفل الأول قد الفرحة اللي يجيبها الطفل الأول، لكن قدها في صدمة أيضا كون أنه اعطته المرأة نوع من قلة الاهتمام. أي هاي مسألة ترتبط بوعي الرجل وثقافته، وبنفس الوقت يجب أن نعرف أنه الرجل عنده يعني سيكولوجية خاصة نعم. بمعنى أنه وجود طفل جديد في العائلة معناته مسؤولية جديدة. إضافة إلى ذلك الرجل يعني خصوصا إحنا يعني بعد ما يجي من مثلا من العمل يجي من الشغل متعب يعني أحيانا وجود الطفل يسبب له نوع من الإزعاج، البكاء ليلا، الطفل محتاج رعاية صحية، الرجل بشكل عام مزاجي ويعني إحنا شلون نقول صدره لا يتسع له، مو مثل الأم وقلبها يعني. فالرجل دائما يفكر بالأمور الاقتصادية، أهم شيء أنه عنده أنه كيف يوفر الأمان للأسرة، استقرارها، المسائل المادية، لبسهم، أكلهم، هاي الأمور هي تشغل. ولكن المرأة ما تتصور أنه الرجل هو ما مهتم لهم، بالعكس ولا يعني هي ما مهتمة سيكولوجيته يعني. وهاي الرجل مو بس الرجل الشرقي، لا هاي دراسة يعني عامة علمية أي يعني أنه الرجل دائما يفكر في استقرار العائله وايضا يفكر في عمله، خصوصا اذا زاد الكاهل عليه واجى طفل جديد واحتياجاته الماديه بالنسبه للطفل. طيب استاذ علي، من خلال الدراسات والبحوث اللي اجريتها اكيد لاحظت او انا بالتحديد حابه اتاكد، هل هناك فعلا تاثير على رغبه المراه جنسيا بعد ولاده الطفل الاول؟
يعني المسألة عادة المرأة بعد ما تنجب نعم. يعني جسمها يتعرض ل يعني نوعا ما ترهلات، نوعا اكو امور تغييرات هرمونية ممكن، تغيرات هرمونية انشغالها بالطفل، تريد تعطي للطفل يعني اهتمام اكثر لانه هاي حقها، لانه لا هو حتى لو هي ما تريد هو يتطلب الطفل يعني بكل حالاته رضاعه طبيعيه بالذات بالمرحله الاولى يعني بسن الرضاعه يحتاج وقت ويحتاج جهد. الطفل اول ما يجي كل ساعتين الى رضعه ويعني يراد لفد نظام معين لحتى يعدي مثلا اول 6 أشهر من عمره، فخلال هذه 6 أشهر اكيد تخضع المراه بعد الولاده الى تغييرات هرمونيه. هل هذه التغييرات الهرمونيه تؤثر بشكل ملحوظ ومباشر على رغبتها الجنسية؟ أكيد طبعاً تؤثر وتقلل، والمطلوب هنا أنه الرجل يستوعب هذا الشيء ويقدر هذا الشيء ويتحمل، لأنه يعني وجود طفل داخل العائلة مو شيء هين، هذا إنسان يعني أنت طفل دا تستثمر به، هذا أنت مسؤول عنه عن كل شيء يعني. وبالتالي مسألة ترتبط، نرجع لمسألة الوعي والثقافة، وأعتقد أنه غالباً الرجال يقدرون هذا الشيء ولو يعني أنا ألاحظ ما يعني أصدقائي وأشوف يعني الرجل الشرقي بعد ما المرأة تنجب يبدي يعني ينتقد أحيانا، نشوفهم حتى عن طريق المزحة، ها ليش زوجاتنا بعد الزواج شكلهم تغير، اهتمامهم بنفسهم تغير، ويبدي يقارنها بالزوجة الغربية أو بالمرأة الغربية، أو ممكن حتى يقارنها بنفسها بعد أقصد قبل الإنجاب. أي نعم، وهذا يشكل لها إحراج ويشكل لها ضغط نفسي يعني، ويخليها تبتعد عن العلاقة الحميمة نوعا ما، كون أنه يعني هي أيضا هي تعاني ضغط معين أنه تغير جسمها، صار عندها نوع من الترهل مثلا، صار عندها يعني مناطقها الحميمة والحساسة تعرضت إلى تغييرات جديدة، فبهيك حالة أساسا هي راح يكون عندها فد ضغط نفسي نتيجة تغيير جسمها. نعم، وهاي مسألة تطلب أنه الرجل يوعى لهذا الشيء ويقدر هذا الشيء، ولكن أحيانا الرجل ما يكون فاهم هذه التفاصيل. نعم، يريد المرأة دائما أنه هي جاهزة جميلة يعني، ويتصور انه هي دائما انه هو دائما على حق حتى بوجود الطفل الحديث الولادة. هاي سببها انه تأثر الرجل بالإعلام يعني بمواقع السوشيال ميديا، السوشيال ميديا والتلفزيون والمسلسلات والفنانات، ويتساءل ليش الفنانة، طيب ما هاي الفنانة أيضا أنجبت ليش رجعت بسرعة، رجعت لأنه ما هاي الفنانة عندها كادر خاص لرعايتها تمام، فأنت ما يصير تقارن، وعندها أجواء معينة تعيشها، ما ممكن يعني نسائنا العاديات اللي ربات البيوت يقدرون يعيدون هذا النشاط والحيوية والرشاقة بفترة وجيزة، وحتى يقارن أحيانا بين مستويات الجمال، هو ما يعرف أنه الممثلات الأجنبيات وصورهن ولقاءاتهن أغلب أكو كثير من الصور يعني بها تتسوي لها تحسين ببرنامج الفوتوشوب وعمليات التجميل، فأنت ما يصير تقارنها مع زوجتك وتقارنها مع ممثلة وتقارنها مع فنانة، ما هي الفنانة أغلب وقتها لشكلها ولجمالها، زوجتك عندها أمور أخرى يعني، فهي المسألة أيضا ترتبط بوعي الرجل يعني. إضافة لهذا أستاذ علي، المرأة بعد الولادة من عدد التغييرات الهرمونية في فعلا إجهاد حقيقي تعاني من سهر الليل، التعب الجسدي والنفسي، أثر وجود كائن جديد يحتاج كل الرعاية وكل الوقت، هذا أيضا يحتاج أن يكون بعين الاعتبار لدى الرجل. وهاي المسألة أيضا ترجعنا لموضوع، هل الزواج عن حب؟ لا، هل الرجل هو يحبها ام انه، لانه ما اذا كان الحب موجود وهذا الود موجود، الرجل يعني سيعامل هاي زوجته كأميرة كملكة. عفوا أستاذ علي، أنا من خلال متابعتي لبعض الحالات عن كثب طبعا، أن هم أغلبهم هو في حب وفي تفاهم وفي انسجام، لكن كثرة متطلبات الطفل يبعد الأم قليلا، مما يشكل صدمة لدى الرجل أنه كأنه يحس بها تغيرت. صح صح، أنه خاصة عن هاي المسألة تناولوها لما النفس وفرويد التحليل النفسي. نعم، أنه يحسها انه بدا اهتمام للطفل ولابنها، ويبدي انه حتى احيانا يبدي يشعر بالغيره، ممكن يشعر بالغيره من الطفل، واحيانا تجي بنتائج عكسيه، ممكن يبدا يخون او يبدا ينظر للخارج. نعم، ولازم يعرف انه هاي الفتره هي مو فتره دائميه، بالضبط. فتره مؤقته وراح تعدي، لازم تتحمل، لانه
الحياة مو كلها وردية، اكو يعني امور، اكو مسؤولية، يعني الرجل لازم يقدم تنازلات. تمام. انه انت حياتك كعازب تختلف عن حياتك كزوج. تمام. اي فانت عندك طفل مسؤول، عندك مرأة وعندك عائلة، انت مسؤول عن هذا الكيان، ولكن احيانا تشوفين بعض الرجال يتصرف وكأنه ما زال عازب، يعني يقضي اوقات كثيرة خارج البيت مع اصدقائه، وينسى انه هو تزوج وان حياته بدات انه تغيرت، وانه اكو مراه تحتاج اهتمامه وطفل يحتاج حنانه واهتمامه ورعايته. طيب استاذ علي، نحن وصلتنا مسج على موقع البرنامج من الاخت سرى. الاخت سرى تعاني من وجود اطفال ثلاثه وقله، بالمناسبه هي عندها توام، وبهيك حاله راح يكون وقتها ضيق، وانه ما في امكانيه لتواصل حميمي بينها وبين زوجها، فهي تطلب من عندنا او تستشيرنا بكيفيه خلق فرصه للتقارب بيناتهم اكثر، فكيف ممكن ننصحها؟ اولا هاي المساله يعني ترتبط بنوع البيت، يعني احيانا اذا كان الزوج والزوجه عايشين في غرفه واحده، يعني غرفه فقط، هذه تاثر بشكل كبير على العلاقه الحميميه. تمام. النقطه الثانيه، اكو امور يعني ممكن تودي الاطفال للحضانه وتتفرغ، ممكن يعني توديهم لاهل زوجها او شيء من هذا، يعني بالضبط. تحاول انه تطلع الرجل نوعا ما اهتمام. يعني ممكن يخرجون سويه يعني للخارج، هاي الخروج والعزيمه تعيد العلاقه، تعيد اواصرها. طيب هي الاخت سرى واضح انه هي كما ذكرت بالمسج اللي كتبته تقول انه احنا اثنيناتنا موظفين، يعني بهيك حاله ما راح يكون عندهم فرصه اللقاء الا ليلا، وبهيك حاله هي راح طبعا مثل ما نوهت حضرتك انه اذا كانوا فعلا بغرفه واحده، هو هاي النقطه تحدد هم بغرفه لو ببيت، اكو غرفه للاطفال لو الاطفال وياهم بنفس الغرفه، هاي المساله كلش تاثر. طيب احنا حسب ما وجه لي المخرج تنبيه انه هم عندهم بيت منفرد، وممكن هذا يكون يا سرى اذا تسمعينه، ممكن هذا يكون نوع من الراحه اكثر، كون انه انتم عندكم بيت منعزل، يعني مو ساكنين بغرفه، فممكن انه تستثمرين الفرصه. يعني بالمناسبه اريد اقول نقطه، نوم الأطفال مبكراً، والدراسة حديثة يعني أجرتها الجامعة الأمريكية أكدت أنه النوم المبكر للأطفال، يعني سووا اختبارات ما بين الأطفال وشافوا أنه الأطفال اللي ينامون بشكل مبكر أكثر تعلماً للغات وأكثر ذكاءً وأكثر عندهم خيال أكثر، فبالتالي يعني أنت تنوميهم مبكراً، وأيضاً هذا في بفائدة للطفل. إضافة لهذا أنا حابة أضيف معلومة للأخت سرى. سرى عزيزتي، إذا كانوا الأطفال التوأم اللي كتبتي عليهم إن هم يشاركوكم الغرفة، طبعا أنا ما أنصح إذا عمرهم أكبر من سنة، فيفترض أنه تعوديهم من بعد السنة ينامون وحدهم بغرفة منفردة، كون أنه الطفل ما تعرفين إمتى يصحى، والطفل عادة ما تكون ذاكرته صورية، يعني حتى لو ما كان مدرك للأمور أو للمسألة اللي تصير أمام عينه، ممكن تكون ذاكرته صورية ويحتفظ بالصورة بذاكرته، وهذه ممكن مستقبلاً تأثر حسب رأيك أستاذ. فعلاً هي تأثر بخياله، نعم، وبذاكرته، وتأثر على نفسيته، وهذا الشيء لأنه هذا الشيء مو من المفروض أنه يعرفه بهذا السن يعني. لذلك وحتى مو بس هذا الشيء، مو بس حتى أنه يفضل أنه يعني الحياة الخاصة للزوجين تكون بعيدة عن الأطفال. نعم. يعني إذا مثلا صار بيناتهم مشاكل أو صار بيناتهم. طيب أنا أستاذ علي، إحنا راح نتعمق أكثر بالموضوع، بس لكن خلينا نكفي الإجابة للعزيزة سرى. سرى عزيزتي، طالما أنه أنت حاسة أنه في نوع من المشكلة عندك، فأنت حاولي أنه ما تفكرين أنه هي مشكلة، بالعكس استثمريها، خلي بيها نوع من الأكشن. العلاقة الحميمة تحتاج شوية يعني هاي المغامرة، روح المغامرة اللي تصير مثلا، هي فترة مؤقتة أكيد، لكن من تستثمرين الوقت بشكل سريع و
تمارسين حياتك العاطفية مع زوجك بشكل يعني خلينا نقول بالبوقة خلينا نقول بين قوسين، أو إنه هذه الاستثمار هذا ممكن يضيف نوع من الأكشن للعلاقة ويعطيها نوع من التجدد والحيوية أيضا. فدائما الأشياء المباحة تخليك وياي، إنه الأشياء اللي مباحة واللي بكل سهولة يوصل لها الرجل هاي راح تخلي نوع من الملل. فبالعكس أنا هذه الحالة المؤقتة اللي أنتي دا تمرين بها ممكن هذه أنتي تقدرين تستثمريها بشكل لطيف يضيف البهجة للعلاقة الحميمة. ونتمنى لك كل الخير، وإن شاء الله يا رب يكبرون أولادك وتصير هذه كلها سوالف. كنا نحكي أستاذ علي بموضوع جدا مهم، ألا وهو تأثير العلاقة الزوجية بكل ما تحتوي بين الزوج والزوجة وتأثيرها المباشر على الطفل، وبالذات إذا خلينا نقول أو خلينا نعمق المسألة إذا كان الموضوع يخص العلاقة الحميمة. أي طبعا مسألة جدا خطرة يجب أن ينتبهوا لها. نعم. يعني حتى إذا كانوا خارج الغرفة يعني أيضا لازم ينتبهون إنه هو الطفل يعني مكان بعيد، يعني أو يفضل إنه هو الطفل إنه يكون مثلا بالمدرسة أو يكون دا يلعب، يعني يستغلونه بحيث يعني ينظمون حياتهم وينظمون علاقتهم الحميمية وفق جدول الأطفال. نعم، وبالذات إذا كانوا في غرفة واحدة يعني سكنهم أكيد مع وجود عائلة يعني. فممكن أنه بهيك حالة أنه يبعدون الأطفال تخليهم مثلا عند أحد الأقارب فترة مؤقتة إذا كانوا بسن يحتاجون رعاية، أو يغيرون أوقاتهم. نعم، مو شرط العلاقة الحميمية تكون يعني ليلة، ممكن تتغير الوقت. الطفل بالمدرسة والطفل ده يلعب يعني مو شرط، فتتغير الأوقات لأنه هو هذا هو عادة ما تصير المشكلة إذا كانوا بغرفة واحدة. إضافة لهذا العمر، إذا كان عمرهم بين مثلا أنه بعدهم ما وصلوا مرحلة المدرسة أو خلينا نقول المرحلة الابتدائية، مو هسا أكو مثلا أكو حضانة وأكو ممكن أيضا ممكن الزوجة ترسلهم لأم الزوجة أو أمها. يعني يحاولون أنه يفكرون بحلول جديدة يعني، وإذا كانوا موظفين يعني أيضا بإمكانهم أن يأخذون إجازة، أيضا بإمكانهم يعني بالويكند ممكن، أي ممكن بالويكند. يعني هي مسألة مو شرط إنه تكون مسألة يوميا يعني يعني مسألة ويراعون إنه هي بالأول والأخير هي فترة مؤقتة، يعني ما يجعلون من عندها مشكلة، هي بالتالي مؤقتة. فترة مؤقتة يكبرون وممكن إنه رجل والمرأة يرجعون يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. لكن اللي نحب ننوه عليه ونأكد عليه إنه حرصهم الأوسع والأكبر كون إنه يراعون وجود الطفل تماما ويبتعدون به عن مسألة إنه حتى بعض الأصوات إنه ممكن إنه يتجنبوها الزوج والزوجة، لأنه هذا إلها تأثير سلبي مباشر حسب ما فهمت من حضرتك. هي هاي من يعني هي من هنا تجي، هو إحنا ليش نقول الأب عظيم والأم عظيمة؟ نعم، من حجم التنازلات اللي قدموها، إنه يتنازل عن رغباته وعن راحته. نعم. ويؤثر الطفل على نفسه. يعني هو هذا هي هاي الأبوة، هي هاي الأمومة. يعني من هاي من ناتج تجي عظمة هؤلاء الشخصين، انه ايش قد يقدمون للطفل يتنازلون عن وتعتبر هذه ممكن نوع من التضحية ايضا. طبعاً. كما تفضلت. اذا استاذ علي نتابع الاستطلاع اللي اجروا الزملاء ونرجع نكمل الموضوع وياكم مشاهدينا. الأطفال يعززون العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة؟ والله أنا اللي أشوفه أنه شيء أكيد يعززون العلاقة بين الزوج والزوجة، لأن كل ما يكون عندهم أطفال كل ما زاد الترابط بيناتهم. ولذلك احنا نشوف أنه أغلب العلاقات الزوجية بين الرجل والمرأة إذا لم تعزز بأطفال مصيرها الفشل أو الطلاق على أكثر الأحيان، فيما إذا يحتمل أن يكون الزوج تزوج على الزوجة واحدة ثانية أو ثالثة إلى أن تكون عندهم أطفال يلا يشتد الرباط العائلي بيناتهم. يعني اي اكيد يعززون، يعني مرات احتمال يصير فتور شيء، بس بالاخير لا يعني لهم دور. نعم. يعني بالعلاقه الزوجيه الاطفال. نعم. المراه دائما تهتم بالاطفال اكثر من الزوج، ما يصير عندها اطفال، شنو السبب؟ يعني لان مشاغل وهاي، وتحس اكو مثلا طفل جديد هم كل يحتاج كل العنايه والاهتمام. يعني الزوج يجوز لأن يقدر يقضي مثلاً
يعني شغلاته وهذا، بس هذا الطفل يعني بعده. الأطفال دائما يسوون مشاكل، وخصوصا هذا الجيل دائما يسوون مشاكل بين الأب والأم، وماكو أي مساعدة من عندهم هسه بالوقت الحاضر، مو مثل قبل احنا ويا ابونا وامنا كنا غير شكل، بس هسه الزمن تغير، والاب دائما يريد له حجه من يشوف مشاكل من الاطفال يعوف البيت ويطلع، وما عنده اي مسؤوليه تجاه الاطفال، بس الام هي اللي محتاره، هي اللي معتمدين عليها دائما. طبعا يعززون العلاقه، ودائما المراه تكون معزتها لاطفالها نقدر نقول بين زوجها ووقت الزوجة بالنسبة لأطفالها أزيد من وقت زوجها، لأن هي دائما نشوفها مشغولة بأطفالها برعايتهم باهتمامهم، عكس الرجل. الرجل دائما نشوفنا يعني يطلع على عمله ويشوف عمله، ودائما تكون العلاقة علاقة طيبة وحلوة وجميلة. هذا شيء يعني يقلل العلاقه الزوجيه بين الزوج والزوجه؟ لا والله ما يقللها، بالنسبه له المراه تحب اطفالها، وكذلك احنا الرجال هم نحب اطفالنا، فدائما الاطفال هم اللي يربطونا، احنا مثلا انا وزوجتي يا اللي يربطنا هسه اطفالنا، تربطنا تقوي علاقاتنا، علاقاتنا تكون مربوطه باطفالنا ومستقبلهم، دائما احنا نطلع وهاي، بس هم يعني الام هي المسؤوله الاول والاخير بالبيت. طبعا حتى لو اكو مشاكل طبعا تروح هاي المشاكل للاطفال، لان هم لان بعد هاي حياتك لازم تستمر على مودهم، حتى لو انت تنسين نفسك على مودهم بعد. نعم. هل يصير يعني فتور بين علاقه الزوجيه بسبب المراه اهتمامها بالاطفال اكثر من الزوجه من الزوج؟ باعي هاي يكون بالبدايه وحده بدايه خبرتها احتمال بالطفل الاول، بس بعدين لا اكيد يعني اللي الواعيه، المراه الواعيه المفروض انه توازن بين الطفل بين الدوام بين البيت، كل واحد له واجباته، وله يعني واجبات الزوج واحد واجبات الزوجه لازم تعطيها للزوج واحد. مو دائما هوايه يعني اكو علاقات، يعني هوايه اكو ازواج تفارقوا من وراء الاطفال، وهوايه اكو لا بالعكس، يعني مثل ما قلت لك يعني مو دائما. نعم. اي يعني أسباب هواية، يعني هو مو شرط هو الطفل نفسه هو السبب، يعني أكو مثلا قبل مثلا هذا اللي يريد بنية وهذا اللي يريد ولد، ولو أكثرهم هم يردون ولد، وهاي ما يحبون البنات، ما يردون البنات على إجابة البنية يعني ما أريده عافى بيتها الهوجة. والله طبعا هذا الشيء أكيد، بس إذا كان ماكو اتفاق بين الطرفين فأنا ما أعتقد إنه راح يعززون العلاقة بين الزوج والزوجة. أنا أحكي بالنسبة لي يعني، حتى لو درزن أطفال عندي ما أهتم لهم. يعني إذا أطلق إذا كنت ما مرتاح بالحياة الزوجية، ف يعني هاي فرصة جتني ما لقيت حظي بها، ألتجي لغير فرصة، جزء ألقى حياتي غير إنسانة. ورجعنا وياكم مشاهدينا بعد ما شاهدنا الاستطلاع، وموضوعنا اليوم يتحدث عن تأثير الأطفال على العلاقة الحميمة بين الزوجين. أستاذ علي، ممكن استنتجنا بعض الحالات أنه هل هناك من تأثير سلبي على نفسية الرجل والمرأة، تتغير نظرتهم الوردية عن العلاقة الحميمة وتأثيراتها الإيجابية، يعني يصيرون يعني نوع من البرود من القلق، من أنه يشوف أنه خلص أنه راحت حلاوة العلاقة؟ اي نعم، يعني اكو تصور عند كثير من الرجال يعني. نعم. حتى يعني يحجون دائما انه بعد ما يجي الطفل انه خلاص انتهت العلاقه الورديه، وبعد صارت العلاقه الزوجيه روتينيه ممله، يروح للشغل ويرجع. نعم. وتصير العلاقه يعني ممله ما بين الرجل والمراه، وتفتقد اهم نقطه، تفتقد هاي الوهج الحب والاشتياق. وهاي المساله تتطلب من الزوجين انه دائما يفكرون باساليب جديده حتى ينشطون العلاقه الزوجيه، يعني سفره، عزيمه، طلعه، يقعدون يشوفون فيلم بيناتهم، هاي التفاصيل البسيطه تساعد كثيرا على انه يستعيد
الرجل والمرأة علاقتهم، وأيضا هي تبقى مسألة مرتبطة بالحب أيضا، يعني مدى حبهم، يعني مدى الحب قبل الزواج وبعد الزواج. ممكن هذا يتأثر بوجود الطفل والانشغال، ممكن تتأثر المشاعر الحقيقية الصادقة لو كان هناك حب. المشاعر الصادقة ما أعتقد تتأثر إذا كان حب حقيقي، ما أعتقد، بالعكس. قلة الاهتمام أحياناً ما تولد نوع من البعد والجفاء؟ لا، ما هي أنا أعتقد إن الطفل راح يولد استقرار أكثر، يعني أكو حب وجاء طفل فراح يصير أكثر، يعني أكثر رباط الزوجية، يعني تصير علاقة أقوى وأكثر. ولكن إذا هي من البداية العلاقة ماكو حب حقيقي وكان الزواج يعني تقليد أو ما حد اختار الثاني، فتبدي يعني هي يعني تبدي المشاكل تبدي مع وجود الطفل، وهذا الطفل يتحمل المسؤولية، هو ما له ذنب يعني. طيب أستاذ مو، نحن يعني وصلنا مسج من الأخ محمد. محمد يعاني من برود العلاقة بسبب وجود طفل، وهم حسب ما ذكرنا الأخ محمد متزوجين حديثا، ويقول يعني أنه إذا إحنا عانينا من البرود الحميمي بوجود طفلة واحدة، كيف إذا صار عندنا أكثر من طفل؟ فشنو نجاوب محمد؟ شوف المسألة أكون نقطة مهمة، أنه الزواج المبكر يعني الرجل والمرأة إذا كانوا بعدهم في سن الشباب لم ينضجوا، يكون عندهم طاقة أكثر، طاقة أكثر، وبنفس الوقت هو بعد ما يعرف شنو مسؤوليات الزواج، يعني ما عنده هذا الوعي بأنه حياته تغيرت، وبأنه الزواج محتاج أكثر تنازلات، محتاج أكثر تضحية. وأيضا ترجع للزوجة، أنه الزوجة يجب أن تقدر احتياج الرجل، وتكون عندها الوعي الكافي. يعني أنت صحيح اكو طفل يحتاج اهتمامك، ولكن الرجل ايضا يعني ما راح تخسرين شيء اذا حافظتي على جمالك ولبستي الملابس الجميله دائما واستقبلتي بالابتسامه، وايضا الرجل يحب انه يحس بالاهتمام حتى هو بالشغل، يعني تبعثي له رساله تتصلين بيه والمساله معكوسه ايضا. الرجل المراه لما انت بالشغل وتتذكرها تحس في شيء عظيم، انت يعني انه يكفيها انه انت نص شغلك وتذكرتها بمسج وتذكرتها باتصال، هاي كلها تقوي العلاقه الزوجيه. نعم. طيب وصلنا مسج اخر من الاخ علي، هو موظف اعتقد في احد الاجهزه الامنيه، وعنده طفل عمره 4 أشهر، ويقول هذا الطفل 4 أشهر صعب أنه نطلعه خارج الغرفة، وإضافة لهذا هو أسبوع موجود داخل المنزل وأسبوع بالعمل، فكيف ممكن نقدم النصح للأخ علي؟ طبعا هو 4 أشهر، يعني بالتالي 4 أشهر يعني طفل غير مدرك، فأنت إذا كان يعني نايم الطفل ممكن أنه تمارس علاقتك الحميمة بشكل حر. نعم، مثل ما تفضلتي، ويعني عادة هو رجال الأمن يعني حياتهم تختلف عن الرجال عن المواطن العادي، لأنه شغله يأثر على حياته، مهنته تأثر على حياته فعلاً. وهنا المطلوب من المرأة أنه تقدر في الأوقات اللي تواجد بها زوجها، عليها أن تحاول قدر الإمكان أن تكون جاهزة، أنه تقدم له الرعاية والاهتمام والحنان، لأنه هو في عمله واجه صعوبات فيريد يحس بالاهتمام والرعاية، ومثل ما أنت قلتي وأربعة أشهر ممكن هو نايم. ممكن هم اثنيناتهم يعني الرجل والمرأة بهذه الحالات اللي وصلتنا من الأخ محمد والأخ علي، أنه ممكن أيضا هم الاثنين يتحملون، المرأة والرجل يتحملون نوع من المسؤولية، واللي أيضا تحتاج نوع من التضحية، يعني على المرأة أنه تجهز حالها وقت ما يكون الطفل نايم، تستثمر هذا الوقت لزوجها، وكذلك أيضا على الرجل أن يقدر وضع هذا وضع مؤقت، ممكن أنه حقق المشروع الطالب به بشكل أخف من ما يعني ماكو طفل، ولا شنو رأيك أستاذ؟ مثل ما تفضلتي، وهو مثل ما قلت المسألة مؤقتة، وبنفس الوقت يعني
هي العلاقة الحميمية لازم أيضا تكون يعني لها أوقات معينة، أنت ما تريدها دائما يوميا. طيب مو إحنا يعني سبق وأن ناقشنا فكرة إنه إذا يكون لها وقت معين، يعني عادة إحنا الرجال ويعني هي طبيعة البشرية يعني العلاقة الحميمة ما لها وقت معين، يعني من نجدولها راح تروح لذتها وتروح متعتها، فإذا تتفق وياي بفكرة الجدولة يعني إنه هي شيء سلبي مو إيجابي. هنا المسألة ترتبط بـ 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 بنوعية يعني عمل الرجل والمرأة، يعني حياتهم هي حسب حياتهم. إنه أنت ما إحنا يعني مثل ما اللي دزوا الرسائل أكو موظفين أكو رجل أمن، فحياته تأثر على طبيعة العلاقة. يعني كل شخص وطبيعة حياته وطبيعة عملته، هي طبيعة عمله هو اللي جدول هاي المسألة وفق 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 الأوقات اللي يكون بها المتاحة. متاحة. نعم. ويراعون وجود الطفل. نعم. وبنفس الوقت أنا أنصح بالقراءة، يعني أنصح بمشاهدة أيضا التقارير العلمية حول هذا الموضوع، قراءة الكتب. نعم. إنه يصير عندنا ثقافة جنسية، كيف نتعامل أكثر وكيف يعني هاي المسألة إحنا يعني مبتعدين عنها وصاير أكو نوع من الارتجال، يعني ما عندنا ثقافة الكافية حول هذه العلاقات، حول يعني أهميتها، حول كيف إنه حتى نستمتع بها. يعني فإحنا بحاجة إلى أن نقرأ أكثر، وما بها شيء، حتى إذا نستشير أخصائي نفسي أو اجتماعي شنو المشكلة يعني؟ لا طبعا يعني أكيد ما في مشكلة، وأيضا أنا ما أشوف مشكلة إذا طلبوا المساعدة والنصح، أو خلي نقول بالذات المرأة ممكن أنه يعني تطلب مساعدة أحد المقربين إلها في وقت أنه الزوج يكون محتاج إلى نوع من الراحة. يجب على المرأة أن تقدر حاجة الرجل، وإلا بعدين من يميل الرجل فيميل إلى إنسانة أخرى قضاء حاجته، بعدين ما راح يكون عليه عتب. فهنا تحتاج المرأة نوع من الفطنة والانتباه. نعم. وتكون يعني سريعة البديهية، تستثمر الوقت بشكل مناسب، وتخلي ما تكون يعني مجدودة وعصبية ومتعبة ودائما تشتكي من وجود الطفل، وبهيك حالة راح يعني تخلي فعلا تخليها نوع من السقم وليس من الراحة. طيب أستاذ علي، لاحظنا وتابعنا بعض الحالات، وكما تابعنا الاستطلاع في بعض الرجال والكثير من الرجال يقول لك أنا عندي قاعدة الصبح وعندي دوام وأريد أشبع نوم، فيغادر الغرفة ويروح ينام بمكان آخر، وبهيك حالة راح تشعر المرأة فعلا بالسقم. نعم. كيف ننصحهم؟ من الضروري جدا انه الرجل يشارك في عملية تربية الطفل، يقعد وياه يستمع له، حتى يقعدون انه يشاهدون الافلام كرتون سوا، يشاهدون يعني لانه الطفل بهذه المرحلة محتاج الرعاية، والام ايضا محتاجة انه تحس انه الرجل يشاركها هذا الحب، يشاركها هذا الاهتمام. ولكن مثل ما قلنا بالبداية انه الرجل نوعا ما مزاجي، صدره ضيق، يريد يفكر في عمله، يفكر في عنده طموحاته، عنده شغل يريد يحقق كل هاي، وبنفس الوقت يفكر كيف يضمن للعائله هاي الاستقرار المادي. وبالتالي يجب انه الرجل يكون واعي لهذه النقطه، انه انت ما دام صرت زوج يجب ان تبذل جهد مضاعف اكثر، تقدم الاهتمام لطفلك ولزوجتك، بنفس الوقت انت تحافظ على عملك يعني. ولازم همين يحس بالمسؤولية ويشوف التعب والإجهاد اللي تنفق الأم بسهر الليالي. عندنا صديقة من الدنمارك جمانة تقول يعني ليش معظمين أو مهولين الموضوع؟ ممكن بكل بساطة أنه تستعين المرأة بأخت أو بصديقة وتترك أولادها وتأخذ وقت راحة، مثلا بالويك أند تروح فندق أو تروح غرفة أخرى أو شيء. أنا أجاوبك عزيزتي جمانة، مو كل الناس يمتلكون الحالة المادية الميسورة اللي ممكن يطلعون ويباتون أو يقضون ليلة بفندق ويعيشون حياة حميمية. وبعدين لا تنسين يا جمانة، كثير من الناس يمتلكون طاقة، عندهم يعني رغبة، خصوصا إذا كانوا متزوجين حديثا، إذا كانوا يعني بفترة خلينا نقول مرحلة عمرية صغيرة، ويكون عندهم احتياج جنسي أكثر من اللي ما
بعد خلينا نقول ما بعد الـ30 يعني بالنسبة للرجل والمرأة تبدي حسب مرحلتهم العمرية يتحملون أنه يكبتون مشاعرهم واحتياجهم الجنسي. فيا جمانة هو نصيحة بمكانها تماما، ونحن أيضا نشجع عليها أنه ممكن الأطفال يوم بالأسبوع يباتون عند أهل الزوجة أو أهل الزوج، وبهيك حالة تكون لهم فد نوع من الخصوصية ويعيشون ليلة جميلة بعيدا عن إزعاج حديثين الولادة. طيب أستاذ علي، هل يمكن أن تتأثر ينابيع الحب بين الزوجين بسبب الانشغال بالأطفال وإداء المسؤوليات اليومية، وهل يمكن أن يؤثر ذلك على الحياة الزوجية وتألقها؟ هو أكيد يأثر، يعني وجود طفل يعني في 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 هذه العلاقة أكيد راح يأثر، راح يغير جدول الحياة وراح يغير كثير من الأمور. ولكن مثل ما قلنا بالبداية إنه الرجل والمرأة مطالبين بأنه خصوصا الرجل يعني ممكن إنه يطلع عزيمة بسيطة، ممكن إنه يقعدون يشوفون فيلم، ممكن يروحون زيارة للأصدقاء، هاي التفاصيل البسيطة تعيد تجدد العلاقة وتحسس تعيد تجدد الحب بينه. وحتى ايضا مثل ما قلت انه حتى هو بالشغل ممكن يتصل بها يدز لها رساله رومانسيه لطيفه. هاي المساله انا لاحظتها انه هي شبه مفقوده. الرجل بعد ما يتزوج المراه يحس انه خلاص بعد ما يحتاج انه انا اثبت لها حبي، لان هي تعرف، بينما هو ما يدرى انه المراه دائما بحاجه الى ان تحس بالحب. حتى لو هي كلمه بسيطه رساله لكن لها مفعول لها كبير، لها كلش تاثير مهم يعني. نعم. طيب استاذ علي، انت نوهت على فكره جميله ايضا انه ممكن هذا خلينا ما نقول بعد، لكن انه عدم امكانيه التواصل بشكل قبل وجود الأطفال، يكون التواصل إمتى ما شاءوا، لكن بعد ما يكون طفل فممكن أنه يستثمرون هذه الحالة ويجددون العلاقة بيناتهم. طيب أستاذ علي، هل تعتقد أن من حقوق الطفل أن يحس أن البيئة التي ينمو فيها تمتلك دفء العلاقة بين الأب والأم؟ يعني الطفل بوجوده أيضا يحتاج يشوف في لمسة حنية، في تواصل لفظي وتواصل جسدي طبعا مقبول بين الأم والأب، لحتى ممكن أنه ينمو بشكل سليم وصحيح. نعم طبعا احنا بداية الحلقة كلها تكلمنا عن يعني الرجل. ما يتصرفون هم كأنهم أعداء ولا كأنهم أصلا يعني شرطة بالبيت، أنه يصير بيناتهم نوع من التواصل اللفظي الجميل، الدلال، الدلع، يعني هذا ما له تأثير سلبي على الطفل. هاي نقطة جدا مهمة يعني أثرتيها. طبيعة العلاقة ما بين الوالدين وما بين الزوجين أمام الأطفال تؤثر بشكل مباشر على نفسية الطفل مستقبلا. يعني كلما كان الجو حميمي ولطيف تنعكس على نفسية الطفل، بينما إذا كان الرجل والمرأة مثلا يشاجرون قدام الطفل فهذا راح يأثر على نفسيته، يصير عنده نوع من العقد، يصير عنده نزعة عدواني، حتى يصير أكثر عنفا يعني. فبالتالي هم عليهم أن يفصلون حياتهم الخاصة عن أمام الطفل. طيب أستاذ علي، بإجابة سريعة ومختصرة جدا لو سمحت لأنه خلص وقتنا، هل ممكن وجود الأطفال هو يقوي رابط العلاقة الزوجية؟ طبعا إجابة سريعة لو سمحت. طبعا وجودهم يعني مقوي، يعني رابط أقوى ويعطي العلاقة، يعطيها أكثر جمال. وإحنا أنا سألتك لأنه كثير من الحالات تابعتها يقول لك لا، الطفل ما له علاقة يعني بالرابط القوي بين المرأة والرجل. هو إذا كان وأكو كثير من الأزواج ما عندهم أطفال بس أكو علاقة حب، بس الطفل راح يزيد هذه العلاقة الحب ويزيد استقرار ويزيد روابط الزواج ويزيد الروابط ويعطي مثل ما الطفل يعطي بهجة داخل البيت يعني. نعم. طيب أستاذ علي، نحن للأسف انتهى وقتنا، شاكرة وجودك وكفيت ووفيت. أشكركم، ما حسينا بالوقت وياكم. أشكركم. الله يخليك، شكرا جزيلا. إذن أحبتي، وجود الأطفال يشكل أهم مرحلة في الحياة الزوجية، وتكون أيضا من أهم الأسباب في تقوية العلاقة الزوجية وديمومتها. نعم، إن وجود الطفل أو المولود الجديد يضيف انشغالات ومسؤوليات جديدة للزوجة، قد تأخذ من حصة العلاقة الحميمة مع الزوج. ولكن أليس من مسؤوليات الزوج أيضا مشاركة الزوجة بمسؤوليات تربية الطفل الجديد؟ أم إن الابتعاد عن الزوجة والنوم في مكان آخر هو الأسلوب الذي يمنح الزوج راحة أفضل؟
الزواج فيه مسؤوليات وواجبات، يجب أن نعطي لكل منها حقه، فللأطفال حصتهم وللعلاقة الحميمة مع الزوج مساحتها، وهناك وسائل عديدة لتحقيق ذلك، فمواصلة الحديث الطيب ومشاركة الزوج مشاغله والحفاظ على تعزيز العلاقة الرومانسية هي من مستلزمات تحقيق السعادة الزوجية. فالأطفال هم بهجة الحياة وزهوها، وبدون الأطفال قد تتأثر حياتنا الزوجية. أتمنى لكم حياة سعيدة وأطفال يملؤون البيت سعادة وحبا. إلى اللقاء. عم تفلي ما تبرمي صوبي، خايف بهاللحظة يوقع يوقع يوقع.